استمرار عمليات الهدم التي ينتهجها الاحتلال بحق المقدسيين. اليوم الاحتلال يجبر عائلة شقيرات، ونتحدث عن الإخوة داود ومحمود شقيرات، على هدم منزلهما بأيديهم قصرا في بلدة جبل المكبر. هذا الحال الذي نشاهده بشكل شبه يومي في مدينة القدس من استمرار لعمليات الهدم وإجبار المقدسيين والعائلات المقدسية على أن ينفذوا الهدم قسريا بأيديهم. يعني نشاهد هذه الصورة القاسية أمام أعين ساكنيهم، وبأيديهم تتم عملية الهدم. سنحاول الحديث مع المتواجدين معنا من أصحاب المنزل. تحدث عن شقتين سكنيتين في بلدة جبل المكبر، الآن تتم عملية الهدم. السلام عليكم، أعطيك العافية. بس عمين يجي لهون أغلبة. تعرفني بحالك البداية. داود محمد داود شكيرات من جبل المكبر. يعني نشاهد اليوم أنتم تقومون بتنفيذ عملية الهدم بأيديكم يعني قصرا. هذه العملية الهدم مستمرة في مدينة القدس. تخبرنا عن تفاصيل منزلك اليوم. منزلي اليوم زي ما أنت شايفة، منزلي اليوم بنهاد، واحنا مرمين برا تحت الهدد وتحت الاحتلال وتحت نعانة البلدين، وبنحاول نسوي رخص، مش معطينا رخص، مش مخلينا نعيش، ولا في حياتهم مخلونا نعيش، بدهم يشردونا من البلاد، وان شاء الله ما بنشرد. احنا بدنا نضل تحت الهدم وتحت الاحتلال، ونظل نبني ونظل في فلسطين ان شاء الله. ما الذي يجبر المقدسي على ان يقوم بتنفيذ الهدم بيده؟ يعني وصعوبه هذا الامر تحديدا. نعم، هي صعبه جدا على البني ادم لما بيجي يهد بيته في يده، وبيبدأ يهد بيته بظل متوجع، يعني من هلا الممات بظل متوجع. اولاده بدهم جيزه، والبنات بدهم اكل، يعني الحياه بتصير صعبه عليه كثير. المنزل كان مسكون؟ المنزل نعم، احنا اثنين اخوه ساكنين في المنزل. عدد الافراد الذين كانوا يقتلون في هذا المنزل؟ ايش افراد اللي هم؟ انا مرتي وابني اربعه، واخوي عنده اربع اولاد. نتحدث عن ثمان افراد اليوم اصبحوا بلا مأوى بعد عمليه هذا الهدم. نعم صحيح، احنا عايشين اليوم في الوقت الحالي، احنا صرنا في معيشه صعبه. نحن نتحدث ايضا عن اجواء اليوم، نحن في يعني طقس في غايه البروده، في منخفض جوي، وانتم يعني تقومون بتنفيذ عمليه الهدم في هذه الاجواء البارده والقاسيه فعليا. احنا بنعاني من شده البرد ومن شده وكثره المطر علينا، والنور بنزل علينا يعني بعد الهدد، وهذا ما بنعرف وين بدنا نقعد ولا نروح، يعني صعبه علينا. احنا بنضل قاعدين تحت الهدد عبين ما الله ييسرها. شقاء العمر الذي قمتم يعني تعبت لاجله لاجل بناء هذا المنزل، تحدثنا عن هذا الشقاء. احنا تعبنا وسقينا، هذا البيت كلفنا بحدود ال 500 الف شيكل، يعني بس بنطارد على الرخصه، بنطارد مشان نسوي له رخصه، ونحاول ما قدرنا نسوي له شيء. يعني الاحتلال يفرض شروط تعجيزيه لمنح رخص للمقدسيين، ويعني ربما حتى لا يعطي هذه الرخص. ولكن يعني يوم امس كان هناك ايضا وقفه من اهالي بلده جبل المكبر امام مبنى بلديه الاحتلال للاعتراض على هذه القرارات العنصريه بحق اهالي مدينه القدس. صحيح، بس كان رئيس البلديه مش موجود، والمظاهره يعني سووها المظاهره الشباب ما استفادوا منها شيء، كان رئيس البلديه مش موجود انا. لكن صوت المقدسيين وصل، وكان هناك اعلام، وبالتاكيد هو قد شاهد هذه الوقفه الاحتجاجيه، ولكن دون اي نتيجه، دون اي فائده. الاحتلال ما بيهمه شيء، ولا بيهمه ولا بيهمه فلسطيني يبقى موجود على الارض بتاتا، ولا عنده عند بلا ما له يعني في يعني حنا وزايد، هذا احتلال يعني بدهم بالقوه، يعني لو يشوفونا ميتين مش رايحين يساعدونا. يقول لك انا راح يرحلوا من البلاد هم مشان يظلوا قاعدين فيها. يعني هل ممكن ان تترك مدينه القدس او تهجر هذه المدينه وخاصه جبل المكبر؟ ولا مره انا بترك جبل المكبر، ولا انا ولدت انا في المكبر، وبدي اظل عايش في المكبر باذن الله، واظل مناضل لما اموت. الله يعطيك الصحه وطول العمر يا رب. اذا لو نستطيع الحديث مع شقيقك اذا كان موجود. اخوك اذا كان موجود اسمح لي نحكي معه. نعم. نعم، إذا مشاهدينا الكرام يعني نستمع إلى صمود أهالي مدينة القدس رغم ما يتعرضون له من محاولات الاحتلال. أيضا معنا هنا أيضا أحد أصحاب المنزل، يعطيك العافية، تعرفنا بنفسك في البداية. محمود محمد داود شقيقة. أنا بس تحكي لي أيضا عن قرار الهدم، يعني منذ متى تم اتخاذ هذا القرار بحقكم، وهل اتخذتم أي إجراءات قانونية لمنع هذا القرار؟
سوينا حطينا محاميه اخذنا كلنا دورنا عن فاضي صرنا دافعين مبالغ يعني مبالغ كبيره عن فاضي. نتحدث عن قيمه هذه المبالغ تقريبا فوق النص مليون شيكل. نعم يعني مبالغ ماليه طائله دفعتوهم دون اي فائده. بدون اي فائده هلا يعني بالاخر بنهد بايدينا. تخبرنا عن وضع عائلتك اليوم يعني هذا بالتاكيد مشهد صعب. اربع اولاد صغار اطفال هم صبينا بالشارع مش عارفين بدي اروح فيهم صراحه. فكره بعتهم عند دار سيفهم عبين ما الله يفرجها. يعني رسالتك اليوم لكل من يستمع الينا في هذه النافذه. نعم. رسالتك اليوم. والله شيء حكومه عنصريه دوره عنصريه بدها تهجر الشعب هذا كل شيء. هل يمكن ان ينجح الاحتلال بتهجيركم من مدينه القدس؟ هل يعني يحقق اهدافه بهذه الاجراءات بحق؟ ضاقين هنا غصبا عنهم، قد ما يسووا احنا ضاقين في الدم. شكرا لتواجدك معنا. اذا يعني مشاهدينا الكرام نشاهد صعوبه هذا الامر وما يقوم به الاحتلال من تنفيذ اجراءاته العنصريه بحق اهالي مدينه القدس. هذه عمليه الهدم ليست الاولى، رح نتحدث عن اكثر من 10 عمليات هدم خلال الشهر الماضي وما زالت عمليات الهدم مستمره في المدينه. نتابع معكم هذه الصوره المباشره من بلده جبل المكبر وتنفيذ عمليه هدم بحق عائله اشقراط التي اجبرهم الاحتلال على تنفيذ هذا الهدم قسرا بايديهم.